وبركاته. أنا التدريسية صفا رضا جاسم من كلية تكنولوجيا المعلومات قسم شبكات المعلومات في جامعة بابل. اليوم محاضرتنا هي Introduction to Artificial Intelligence، محاضرة للمرحلة الرابعة. الأوتلاين، المواضيع اللي راح ناخذها في هاي الليكتشر هي What is Artificial Intelligence؟ شنو هو الذكاء الاصطناعي؟ The State of Art؟ شنو الفيلد او شنو الفيلد اللي نقدر احنا نستخدم بها الارتفيشال انتليجنس؟ واخر سبجكت راح يكون ذا هيستوري اوف الارتفيشال انتليجنس اللي هي تاريخ الذكاء الاصطناعي. وات از ارتفيشال انتليجنس؟ الارتفيشال انتليجنس هو يعتبر برانش بالكمبيوتر ساينس كونسيرند وذ ميكينج، انه هو شلون يخلي احنا شلون نستطيع ان نعمل كمبيوترز اكت لايك هيومنز، يعني كيف يعمل الجهاز الكمبيوتر مثل الهيومنز مثل البشر. معظم الميجر اوف الاي اي تكست بوكس، معظم الكتب الرئيسيه الخاصه بالاي اي بالارتفيشال انتليجنس، انه هي ديفاين تنطينا في الديفينيشن للاي اي انه هو ذا ستدي اند ديزاين اوف الارتفيشال ايجنت، انه هو دراسه وتصميم الوكلاء الاذكياء. Where is an artificial intelligence is a system. الـ intelligent agent هو شنو هو system، هو نظام الـ environment مالته، وعن طريق الـ environment يقدر ياخذ takes actions الإجراءات أو الأفعال اللي هي maximize اللي تخلي العمل مالته دائما يكون في حالة success. حسب الـ definitions الخاصة بالـ artificial intelligence الموجودة بمعظم الـ text books، احنا هنا نقدر نصنف الـ artificial intelligence into four approaches. الـ four approaches انه احنا نقدر نقول انه الـ artificial intelligence هو systems that think like humans، انه هو أنظمة تستطيع ان تفكر like humans مثل البشر. System that think rationally، راشنالي انه هي الانظمه انه هي تقدر تفكر بطريقه عقلانيه. سيستم ذات اكت لايك هيومنز، انه هي انظمه تعمل لايك انه تشبه الهيومنز البشر. اند فاينالي سيستم ذات اكت راشنالي، انه هي انظمه تعمل او يكون لها اكت راشنالي، يكون بطريقه عقلانيه. راح ناخذ الاربعه الفور ابروتشز بطريقه بريف. اي acting humanly the Turing test approach. طبعا هاي الطريقه هي proposed by Alan Turing عام 1950. عن طريق هاي الطريقه هنا الكمبيوتر ask the questions، هنا الكمبيوتر يعني يتم انه احنا نطرح عليه مجموعه من الاسئله عن طريق by human interrogator. طبعا هنا نقول انه احنا الكمبيوتر باس، انه هو نجح في هذا الاختبار اذا انه ما عرف انه منو اللي دا يساله الاسئله. some writing question can't tell whether the writing response come from person or not. يعني هنا نقدر احنا الكمبيوتر باس لهذا الاختبار اذا كان الهيومن انترجيتر ما اعرف انه منو اللي دا يجاوب على هذه الاسئله، هل هو جهاز الكمبيوتر او لا. بروجرام الكمبيوتر تو باس، هنا البرامج الكمبيوتر حتى يكون لها باس هنا لازم تكون تحتاج الى مجموعه من الفولوينج كاباليتيز اللي هي الناتشرال لانجويج اللي هي اللغات الطبيعيه اللي هي بروسيسنج تو انيبل ات تو كوميونيكيت سكسسفولي ان انجلش. طبعا هذا الشيء راح يمكنها انه هي تقدر تتواصل بطريقه ناجحه ان انجلش باستخدام اللغه الانجليزيه. نولج ريبريزنتيشن اللي هي تمثيل المعرفه، هنا تو ستور وات ات نوز اور هير، يعني هنا تقدر تسوي ستور تخزن الشيء اللي تعرفه واللي هير تسمعه. اوتوميتد ريزنينج، هنا تو يوز ذا ستورد انفورميشن، هنا راح تستخدم الانفورميشن اللي سويت لها ستورد الخازنتها تو انسر كويستشنز حتى انه هي تجاوب الاسئله عند درو نيو كونكلوجن، وايضا تعمل مجموعه من الاستنتاجات الجديده. ماشين ليرنينج، هنا الماشين ليرنينج تو ادبت، هنا راح تكيف راح نستخدم الماشين ليرنينج بالانفايرمنت. Thinking humanly the cognitive modeling approach. طبعا هنا بهاي الطريقة thinking humanly، هنا الارتفيشال انتليجنس راح يكون طريقة تفكيره تشبه الهيومن، يعني تشبه احنا البشر.
هنا احنا لازم we need to get inside actual working of a human mind. طبعا هنا لازم احنا نعرف شلون العقل البشري يفكر، شلون thinking انه، او نعرف ايضا ال psychological experiment، ايضا التجارب السايكولوجية اللي خاصة به. هنا عندنا ألين وشانون طوروا ديفلوب الجي بي اس اللي هو جنرال بروبلم سولفر، اللي هو تراي تو تريس ريزنينج. هنا عن طريق هذا البرنامج اللي هو الجنرال بروبلم سولفر اللي هو البرنامج حل المشاكل العامة، طبعا هنا يتبع الريزنينج ستيبس، يتبع الاستدلال او الخطوات البشرية حتى يقدر يحل البروبلمز بنفس الطريقة، لان هو ثينكينج هيومنلي. طبعا هنا الفيلد اوف الكوجنيتيف ساينس، طبعا هنا يقدر يجمع برينج انه هو الكمبيوتر مودلز، النماذج الحاسوب من الاي اي، من الارتفيشال انتليجنس اند الاكسبيرمنتال تكنيك. ثينكينج راشنالي انه هو يفكر الطريقه راشنالي عقلانيه، ذا لاوز اوف ثوت ابروتش. طبعا هنا الفيلسوف الاغريقي ارسطو يعتبر ون اوف ذا فيرست اتمت، واحد من اللي كان عندهم محاولات حتى يقدمون رايت ثينكينج اللي هو التفكير الصح. طبعا فكره الرايت ثينكينج انه احنا اذا كان شلون نحصل على يلدد كوركت كونكلوجن، شلون راح نحصل على استنتاجات صح اذا كانت اذا كنا احنا ننطي كوركت، يعني انه احنا ننطي اشياء بالبدايه تكون صحيحه. فور اكزامبل مثلا انه هو هنا يقول انه سكورت از امان، هنا all man all men are mortal، يعني هنا انه كل الرجال are mortal، يعني الكل فاني، فهنا therefore انه هو سكورتس از مورتل تو، يعني انه احنا النتيجه تتبع الريزنر او الارجيومنت ستراكشر. acting rationally the rational agent approach an agent is something that acts. هنا الراشنال طريقه الوكيل الراشنال العقلاني، an agent العميل is something that acts، يعني معناها انه يقول لي انه الايجنت هنا هو something that acts، انه هو شيء that acts انه هو يعمل. الكمبيوتر ايجنت الوكلاء الكمبيوتر is not a program، هي مو فقط programs برامج، وانما هي مجموعه ايضا من الاتربيوتس. also انه هي operating under autonomous control، انه هي ممكن تكون السيطره المستقله، perceiving their environment، ممكن ان هي تتلائم مع البيئه العايشه بها، persisting over time period، ممكن هي تتلائم مع الوقت، و adapting to change، انه هي ايضا تتكيف مع التغيرات. هسه ننتقل للبارت 2 الخاص بالليكتشر مالتنا، ذا ستيت اوف ارت، وات كان الاي اي دو توداي، شنو اللي يقدر الاي اي تو توداي. كنا احنا نعرف احنا الان الاي اي دخل بهواي مجالات، فالوحده من هاي المجالات اللي دخل بها الاي اي هو الجيمنج بلاينج، هنا بالالعاب. هنا عندنا شركه الاي بي، الاي بي ام، انه صممت لعبه اللي هي الديب بلو. طبعا هاي الديب بلو هي فيرست كمبيوتر بروجرام، هي اول لعبه كمبيوتر خاصه بالشطرنج. هنا انه احنا اتغلبت على اللاعب العالمي كيري. اوتونومس بلاننج اند سكيدجولينج، ايضا الاي اي دخل بالجدوله والتخطيط المستقل. طبعا هنا وكاله ناسا طورت ريموت ايجنت بروجرام، برنامج الوكيل الريموت هنا البعيد، انه احنا شلون نقدر تتحكم بالمسبار او المركبات الفضائيه اللي هي على بعد ملايين الاميال من الكره الارضيه عن طريق استخدامها للاي اي. Autonomous Control ايضا دخل الـ AI في مجال الكمبيوتر Vision System. هنا بهذا الفيلد انه استخدمت الكمبيوتر فيلد سيستم، انه شلون انه اني اقدر اتحكم بالكار بالسياره تو كيب ات فولوينج ذا راوند، يعني انه هي ما تغير مسارها، تبقى في مسار ستريت. الدايجونس انه ايضا الاي اي دخل في مجال الطبي اللي هو الميديكال دايجونس بروجرام، اللي هي بروجرامز اللي هي برامج التشخيص الطبي. هنا انه ممكن انه هي تكون
هاي البرامج ممكن تكون عندها ان اكسبيرمنت، تكون عندها تجارب، وايضا المستوى الخاص بها بهاي البرامج التشخيص هي يضاهي عمل الطبيب الاختصاص بهذا الفيلد. لوجيستيك بلانينج اللي هي اللوجيستيك بلانينج اللي هي الخطط اللوجيستيك، ايضا هنا دخل الاي اي انه في هذا المجال. هنا راح نستخدم الاي اي بلانينج تكنيك اللي هي تقنيات بلانينج، خطه الاي اي انه تسمح لنا انه احنا اللاو تو بلان، انه احنا نسوي بلان انه هي تو جنريتد ان اورز، انه انا اقدر اصمم بلان في ساعات instead انه انا ممكن استغرق more than weeks with order methods. ممكن انه احنا بالاساليب السابقة او الاساليب القديمة ممكن انه احنا ناخذ weeks او اكثر. الروبوتس هنا many surgeons هنا الجراحين انه هم يستخدمون الروبوتس. هاي الروبوت يكون عملها كاسيستنت للسيرجري للجراح، وايضا عملها راح يكون انه هي تستخدم هاي الروبوت هي يوزز كمبيوتر فيجن تكنيك، تقنيات الكمبيوتر فيجن اللي هي رؤيه الكمبيوتر. هاي الشيء راح تسوي لي راح تسوي لنا كرييت 3 دايمنشنال موديل، راح تسوي لي نموذج ثلاثي الابعاد للبيشنت انترنال اوتونومي للتشخيص الداخلي للمريض. اللانجويج اندرستاندينج اند بروبلم سولفينج، ايضا دخل الاي اي بهذا المجال. هنا عندنا البرنامج اللي هو البروفرب، هو كمبيوتر بروجرام. هذا البرنامج انه هو سولف يحل الكروس وورد، يحل الالغاز والكلمات المتقاطعه تكون افضل من الانسان. فايضا دخل بهذا المجال. طبعا هنا هذا البرنامج انه يكون عنده هاي القابليه حتى يتغلب على الانسان، انه هو يستخدم الانفورميشن سورسز اللي هي انكلودنج الداتا بيس، يستخدم الليست اوف موفيز حتى يقدر يحل هذا الالغاز. وصلنا للبارت الاخير باللكتشر اللي هي ذا هيستوري اوف ارتفيشال انتليجنس. راح ناخذ مراحل تطور الارتفيشال انتليجنس. اول مرحله هي المرحله الاولى اللي هي بين عام 1943 و 1955. طبعا بهاي الفتره او هاي البيريود عندنا احنا انمبر اوف ايرلي اكزامبلز، كانت عندنا امثله مبكره او بسيطه للاعمال اللي نقدر نصنفها هي كاتيجورايز از ارتفيشال انتليجنس. بعدها في عام 1950 الين تونينج نزل مقاله، هاي المقالة اللي هي الارتيكل اندر تايتل كومبيوتينج ماشينري اند انتليجنس. طبعا هاي المقالة انطت انتروديوسينج للتورنينج تيست، كانت هاي المقالة تحتوي على مقدمة على التورنينج تيست، المشين ليرنينج، الجينيتك الجوريثمز اند ري انفورسمنت ليرنينج. ذا بريث اوف الارتفيشال انتليجنس، هنا في عام 1956 كانت هي ولادة الارتفيشال انتليجنس. هنا ماكثوري and Shannon and a group of US researchers اللي هم interesting in automata theory, neural networks and the study of intelligence. طبعا انجمعوا هذول الريسيرشر سوية سووا نظموا organized workshop. هاي الورك شوب كانت في سمر 1956، في صيف 1956 كانت البيريد مالتها، الفترة كانت 2 months. الشيء اللي استنتجوه بعد هاي الورك شوب انه انطوا تعريف لاول مرة او طلقوا لاول مرة فيلد الارتفيشال انتليجنس انه الذكاء الاصطناعي. Great expectations، هنا التوقعات الكبيرة اللي هي كانت الفترة من عام 1952 إلى عام 1969. هنا كانت المراحل البداية للارتفيشال انتليجنس كانت full of success، كانت مليئة بالنجاحات لكن كانت محدودة. برنامج الجنرال بروبلم سولفر اللي هو برنامج حل المشكلات العام هو برنامج كمبيوتر، هو واز ا كمبيوتر بروجرام كرييتد بال 1957 باي شانون اند إلين. هذا البرنامج صمموا بولد يونيفرسال بروبلم سولف ماشين، يعني ان هم صمموا اليه حل المشكله العالميه، يعني انه ممكن يقدروا يستخدموا في حل اي مشكله كانت.
بعدها اجتي a dose of reality اللي هي جرعة من الريلايتي من الواقع الافتراضي اللي هي من عام 1966 الى عام 1973. هنا كانت بدايات كانت البداية انه اجى بدينا احنا بدوا انه الارتفيشال انتليجنس ريسيرشر انه هم بعد انه هم not shy about making predictions, يعني بعد انه هم ما كانوا تخلصوا من حالة الخجل اللي كانوا بها انه هم لا انه هم يقدرون يصممون اشياء خاصة بالارتفيشال انتليجنس اللي هي coming success وكانت كلها ناجحة. بعدها اجتي الفترة من عام 1969 الى عام 1979 اللي هي knowledge based system اللي هي الانظمة القائمة على المعرفة اللي هي the key to power اللي هي بهاي المرحلة هنا في ستينيات القرن الماضي ظهر الارتفيشال انتليجنس بصورة واسعة وكبيرة وايضا ظهرت الكمبيوتر سوفت وير اكسبيرت سيستم ظهرت الانظمة الخبيرة ايضا هنا its primary aim was to help الاورجانيك كلينيك هنا الكيمست هنا ساعدوا الكيميائيين في هذا المجال. الاي اي بينج ان اندستري عام 1980 من عام 1980 اصبح مفهوم الاي اي انه هو دخل الاندستري انه دخل مجال الاندستري دخل مجال الصناعه. هنا الجابانيز انه هم اليابانيين عام 1981 انه عملوا بروجكت اللي هو الفيفث جنريشن اللي هو الجيل الخامس اللي هو اخذ 10 years plan 10 سنوات to build intelligent computers running prolog استخدموا ايضا prolog. The return of neural networks هنا عودة النيورال نتورك عام 1986 هنا ظهرت النيورال نتورك ك study of neural net model of memory ظهرت النيورال نتورك بصورة واسعة. الاي اي بيكمز ا ساينس الاي اي بيكم ا ساينس هاي ظهر في عام 1987 بالسنوات الريسنت ييرز يعني بالسنوات الاخيره ابروتشز بيست اون الهيدن ماركوف مودلز ظهر شيء انه الهيدن ماركوف مودلز ظهرت في هذه الفتره ايضا ظهر عندنا السبيتش تكنولوجي ظهر عندنا العديد ظهرت البايثون نتورك وايضا ظهرت العديد من الشبكات النتوركس اللي هي تصنف كنيورال نتورك كانه بس اطول من النيورال نتورك السابقه. The emergence of intelligent agents اللي هي عام 1995 one of the most important environment واحدة من البيئات المهمة for intelligent agent للوكلاء الأذكياء is the internet اللي هي نقدر احنا نستخدمها بالإنترنت. Thank you so much.